السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج آية وحكاية. النهاردة هنتكلم مع بعض على هدهد سيدنا سليمان. كان لسيدنا سليمان هدهدا يقال له عنبر، وكان هذا الهدهد قد منحه الله القدرة على النظر في باطن الأرض فيرى مكان الماء المخزون في باطنها مهما كان العمق، فكان بمثابة مهندسا لسيدنا سليمان يدله على مكان الماء، فيأمر سيدنا سليمان الجن بحفر هذا المكان على العمق الذي يحدده الهدهد فيستخرجون منه الماء. يعني عنبر اللي هو هدهد سيدنا سليمان، ربنا كان مديله القدرة على انه يبص في بطن الارض فيشوف المية فين ويحدد عمقها قد ايه، ويقول لسيدنا سليمان، وسيدنا سليمان يقول للجن احفروا هنا على عمق كذا هتلاقوا المية. في يوم من الايام نزل سيدنا سليمان الى الصحراء واراد ماء، فتفقد الطير الذي كان يصحبه باحثا عن الهدهد فلم يجده. قعد يبص فوقه على الطير ملقاش الهدهد بتاعه، فغضب سليمان وتوعد الهدهد بالذبح أو العذاب إن لم يكن غيابه بسبب عذر واضح مقبول يأتيه به. سيدنا سليمان غضب طبعا وتوعد الهدهد هيذبحه أو هيعذبه لو ما كانش غيابه بسبب عذر واضح مقبول. فلما أتى الهدهد قال: يا نبي الله، إني اطلعت على خبر يقين لم تطلع عليه أنت ولا جنودك. لقد وجدت قوما بأرض اليمن تحكمهم امرأة يقال لها بلقيس بنت شراحيل، وهي من ملوك سبأ، ولها من متاع الدنيا كل شيء، ولها عرش عظيم مرصع بالجواهر واللآلئ ومزخرف بالذهب، ووجدت قصرها تدخله الشمس من طاقة وتخرج من أخرى، فيسجدون لها صباحا ومساء، وهم على ما هم فيه من التمكن في الدنيا لا يعرفون سبيل الحق ولا يؤمنون به. يعني الهدهد جه قال: يا نبي الله، أنا بقى هقولك على خبر أنت ما تعرفوش لا أنت ولا جنودك. لقيت قوم في أرض اليمن بتحكمهم سيدة اسمها بلقيس من ملوك سبأ، عندها كل حاجة من متاع الدنيا، وعندها عرش عظيم مرصع بالجواهر واللآلئ والذهب، وعندها قصر كبير قوي الشمس بتدخله من طاقة، يعني من فتحة، وبتخرج من فتحة تانية، فيسجدون لها في الصباح ويسجدون لها في المساء. وبالرغم من انهم متمكنين قوي في الدنيا ما يعرفوش سبيل الحق وما بيؤمنوش بالله بل بيؤمنوا بالشمس. فقال سليمان: ايها الهدهد، ايها الهدهد، سننظر حقيقة حكايتك، هنشوف كلامك صح ولا غلط. فكتب سليمان كتابا واعطاه الهدهد، فحمله في جناحه كعادة الطير فطار إلى أرض سبأ. اداله رسالة وقال له وديها لأرض سبأ. وكان لبلقيس في قصرها خلوة لا يدخلها إلا هي، يعني كان عندها خلوة محدش بيدخلها إلا هي، ولا يربطها بخارجها إلا الباب ويقف عليه حراس شداد. يعني الأوضة دي ملهاش إلا باب واحد بيقف عليه حراس كتير جدا، وفيها كوة صغيرة في سقف الخلوة، يعني فتحة صغيرة في السقف علشان التهوية. وكانت قد دخلت الغرفة قبل وصول الهدهد، يعني كانت دخلت أوضتها قبل الهدهد ما يجي. فلما بحث عنها الهدهد عرف مكانها من النظر خلال تلك الكوة، يعني بص من خلال الفتحة دي فلقى بلقيس جوه أوضتها، فدخل من خلالها ونزل بتمهل وأدب حتى وقف أمامها وألقى الكتاب بين يديها، ثم طار ثانية فوقف بعيدا ينظر ماذا هي فاعلة بالكتاب. بكل أدب واحترام دخل الهدهد من الكوة من الفتحة اللي في السقف، ونزل بأدب وتمهل لحد ما وقف قدام بلقيس واداها الكتاب بتاع سيدنا سليمان، ثم طار ثانية، طلع برا الكوة، وقف بعيد ووقف يراقبها هي بتعمل ايه بالكتاب. تحيرت بلقيس مما حدث وهالها ما رأت، فأمسكت بالكتاب وفضت ختمه وقرأته، يعني محتارة مذهولة ايه اللي حصل ده. مسكت الرسالة وفتحت الختم بتاعها وبدأت تقرأ فيه، فإذا فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تفكرت بلقيس
ما تصرف الهدهد معي إلا فعل ملوك، وما هذا الخطاب إلا خطاب أنبياء. اللي حصل ده حصل من ملك، والكتاب ده كتاب أنبياء، لأن سيدنا سليمان قد بدأ بنسب الكتاب إلى نفسه، قال إنه من سليمان، فإن رفض يكون كتابه هو الذي رفض، أما إذا قبل فإن كل ما بداخله من كلام هو بسم الله الرحمن الرحيم. فجمعت عند ذلك أمرائها ووزرائها وكبار دولتها وقالت لهم: يا أيها الملأ، إني ألقي إلي كتاب كريم. وصدق الله العظيم إذ يقول: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. صدق الله العظيم. أصدقائي الأعزاء، كانت هذه حكاية اليوم، وانتظرونا في الحكاية القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.